الآن كثير من الجمهوريين شعروا أن الرئيس ترامب أصبح إباء على الجمهوريين. هو لم يكن أصلا جمهوري، هو دخل على الجمهوريين ونتيجة الطريقة الانتخاب بأمريكا ما يسمى بالكوكس استطاع أن يفوز. ولكن الآن الحزب الجمهوري، عقلاء الحزب الجمهوري، التيار المعتدل بالحزب الجمهوري، الوسط الجمهوري يقول ترامب أصبح عبء علينا، يجب أن نتخلى عنه، وهذه مثل الرداء العباءة يجب أن نخلعها. فالآن ترامب لم يخسر فقط الديمقراطيين، إنما خسر الجمهوريين. وجدت الرسائل حتى في كما ذكرت في محاولة إسقاطه من المرة الماضية عزله، أحد الجمهوريين صوت ضده اللي هو سينتر روميو. هذا الآن أطرح عراقياً الآن القوى السياسية العراقية وتحديداً حزب البعث أو السابق، هذه الفرصة أن يستفيدوا منها، أن علينا أن نتخلى عن أخطاء الماضي وننطلق بروحية جديدة بعقلية جديدة، وبالتالي نستعيد مكانتنا. حزب البعث كأفكار ما حد يعترض عليها، تريد عروبة وتريد وطن وتريد كل كلام جميل، لكن الممارسات كانت خاطئة. هذه الممارسات بالإمكان انتقادها والتخلي عنها، ويستعيد الفكر العروبي كما تمثل بالبعث وغيره مكانته في العرب. إضافة لذلك لاحظ ما جرى بالخليج. الآن المصالحة السعودية القطرية منتهى النضج السياسي، لأن الصراع كان بيناتهم لحسابات خاطئة. انتهى بماذا؟ وأنا على معرفة بتفاصيل، كان يتصور يسقط نظام قطر بين ليلة وضحاها، والنتيجة وكذلك يصور اليمن تنتهي. الآن تغير في الخليج، والعراقيين اللي انحازوا لقطر أو انحازوا للسعودية تبين أنهم كيف هم خاطئين، كيف هم جزء من القطيع الذي لا يقود. طيب. الآن واضح، الآن إذا الخليج بدأ يلملم بيته، الآن ندعو إلى العودة عن الأخطاء، والآن ممكن نرجع اللحمة الوطنية مو من منطلق طائفي وإنما منطلق الحفاظ. طيب. على الوطن. وتدري من التهديد الأكبر للوطن الآن؟ بدون نقاش هي دولة واحدة، إيران الآن مصممة أن تحكم العراق. طيب. بطريقة غير مباشرة.